خدنا ريبراك تاني في الفار. كان ان البراكتنج بيتم بكم طريقة؟ طريقتين. بايسكشن. بوز. في اي سؤال عليهم هدول؟ في حدا اصر عنده سؤال؟ كل امور تمام؟ في سؤال كان انه بحب الواي سكشن بس طلع لما بدي اجي اضرب اللور الاول بطلع اول نزول وهو بده احل الواي سكشن وين هذا؟ بالسنوات؟ سؤال مش عارف اذا بالسنوات اعطيني اياه كذا بس السنوات طيب هلا قبل ما نبلش في الاوبن خلينا نشرح الرسمات اه بدي اشرح الرسمه اللي هي جت بس السنوات هاي الرسمة هاي الرسمة مدرب مدربين منه؟ لا لا طيب بس هاي الرسمة اجت في امتحانين سنوات ما اجت مع الصيفي اجت على امتحان الفصل الماضي امتحان الفصل الماضي جابوا لهم حددوا لنا جيم بالفورس بوزيشن تمام؟ الان نلاحظ معي راح يجيك اذا بيجيك واحد من الناس راح يجيك يا اما على الباي سكشن يا اما على الفورس بوزيشن يا اما على النيوتن رابسون هذا بناخذه بعدين كل اوبن ميثودز مبدئيا بدي احكي لك كيف تحل على الباي سكشن وعلى الفورس بوزيشن هسه هاي رسمة شو بتمثل الرسمة؟ شو بتمثل؟ تمام صح؟ F of X مش هاي الرسمة بتمثل F of X؟ بس بدل ما يعطيني F of X بشكل معادلة شو أعطاني إياها؟ رسمة قال له خذ هاي تمثيل بالبياني وحل على أساسها إيش؟ الفورس بوزيشن والبايسكشن هلا الفورس بوزيشن راح أقول شو حكالي؟ حكالي If bisection method is used with x low, أعطاني إياها ناقص 7 with x high, وش السبعة أعطاني إياها 6 هلا باجي على ناقص 7 بحط على ناقص 7 هي ناقص 7 وال 6 هي 6 شو بيهمني؟ بيهمني الناقص 7 وال 6 ولا اف الناقص 7 واف ال 6 النهاية الجملة صح؟ هاي الجملة إذا كانت أقل من صفر باي سكشن اذا كانت اكبر ما مزبوط هلا اف الماينس 7 اف الناقص 7 عنصر هاي الكل شايفها نيجاتيف اف ال 6 هاي هاي صورتها هذه الثمانية بوزيتيف لما احكي لك نيجاتيف في بوزيتيف شو بيعطيني؟ نيجاتيف اقل من صفر اذا اموري تمام بالباي سكشن بقدر احلها على باي سكشن كانت اكبر بحط نان بس طول ما انا شغال هون أقل من صفر إذا ما ممكن عايش بقدر أحلها على باي سكشن فبحكي لي using باي سكشن the method will converge to شوف شو بعطيني بعطيني الخيارات نقط التقاطع مع محور السينات شو هم نقط التقاطع مع محور السينات؟ هم الروت صح؟ يعني مستحيل يطلع معي الداتا هذول كذا بس هذول حلول الاقتران اللي هي ناقص 6 و0 و5 فكل فرع بعطيني ناقص 6 0 5 نان ناقص 6 صفر 5 نان يعني هم بس واحد من هدول الحلول او مش نان ما بتزبط النقطة الباي سكشن بحكي له انا عندي هون ناقص 7 هاي اللغة وال 6 اوكي الان بكمل الحل شو بعمل بالطرق من اثنين هون؟ اكس ار تساوي ناقص 7 زائد 6 على 2 تطلع كم؟ سالب نص صح؟ وين السالب نص؟ هي السالب نص. هي هون. مظبوط؟ الآن وين صار الاقتران محصور عندي؟ صار اف الماينس نص ضرب اف اف ايش؟ كم تطلع؟ كيف بعرف؟
راجع خلص برجع ناقص نص، ناقص نص شو صورتها؟ بوزيتيف، والناقص 6 بوزيتيف. طيب اكبر من 6 شو بعمل هسه؟ شو بحكي وين الروت مكسور بين مين ومين؟ هاي دائما بتجي معك طيب اول شيء بدنا نشوف الاشاره اذا صار اذا هاي طيب بدناش نحول اول شيء بدنا ناخذ اف الاكس ار تمام وبنضربها في هاي الاكس ار طيب وهي اف اكس دبل فترايت خلينا نفصل من بضربها في الدبل مش في الدبل ولا بس بضربها في الدبل هيك بضربها في الدبل هيك بدي اطرحها اياها دكتور شنو؟ طيب بعرفش انا ليش دخل انا بحكي لك لا يعني لما اقول لك المعلومات اللي انا اخذتها المعلومه اللي انا كسبتها تمام وما ذكر ما يجي بقدرش اقول لك دكتور صح ودكتور غلط راجع الدكتور تمام بس حسب الخطوات انا شغال هيك مضبوط صح ما بين ناقص 7 و100 وماينس نص في داعي اكمل انا محصور الروت بين السالب نص والسالب 7 شو الروت الوحيد المحصور بينهم السالب 6 هي السالب 6 وضحت؟ تمام؟ إذا شو قاعد بعمل؟ أنا قاعد بطبق الخطوات بس اللهم إنه بدل ما يعطيني اف اوف اكس شو أعطاني؟ رسمة البوزيتيف والنيجاتيف على الرسمة، بشوف وين البوزيتيف وين النيجاتيف تمام؟ وضحت؟ طيب الفورس بوزيشن الإجابة من الفصل الماضي أسهل من هيك الفورس بوزيشن شو بدها؟ بدها مسطرة تمام؟ شو بدها؟ جيب معكم امتحان مسطرة تحكي له وبيحكي لك هو طبعا جايب لك السؤال الفورس بوزيشن از يوزد مع الناقص 7 و 6 بنفس الطريقه ذا ميثود ويل كونفيرج تو هي ناقص 7 هي صورتها وهي 6 هي صورتها بروح بوصل بينهم المسطره وين بتقاطعوا؟ تقريبا عند الصفر مش تقريبا المسطره بتقطع عند الصفر هي الصفر تمام؟ لاحظ في قانون الفورس بوزيشن هي انش اكس ابر ناقص مقدار المقدار اللي انا بحسب شو هو؟ هو سلوب لخط مستقيم، هذا خط مستقيم. تمام؟ واضح الفورس بوزيشن؟ بجيب مسطرة بوصل بين النقطتين اللي بدي اياهم، طبعا صورة النقطتين، الصورة اللي هون، الصورة اللي هون، بوصل بينهم بيطلع التقاطع تبعي عند الصفر. الفصل الماضي اجاهم سؤال وصلوا بالمسطرة بس ما وصلوا، يعني كان يعني تقريبا قطع عند الواحد راح حطوها صفر. ما حطوها نمل قطع جرب نمل تمام بس جيب دكتور فرايد فين حط لا شفته في شفر فرجانية اكس نار اكس لو اعطاني بس في شفر فرجانية والله ما بعرف انا هيك اخذت المعلومة وهي كل اسئلة تلعب كل اسئلة بزبط معك ابر دائما انا حتى لو ما يعني حتى لو انه شاك في حل يعني انه انا اصلا لما انا اخذهم شيء اقل من صفر لو رجعت على القاعده رقم 3 لما يكون هذا المقدار اقل من صفر انا اصلا ببدل الاكس لور وبخلي الاكس ابر مضبوط فهي هذا اللي عملته بالخطوه رقم هون هاي انا بدلت الاكس لور بالاكس ابر اكس لور حطيتها بس ما زي ما هي بالضبط فاهم علي؟ مش فاهم؟ ايش احنا حكينا؟ اف الاكس لور ضرب الاكس ابر مش هاي لازم تكون اقل من صفر؟ بدنا نحكي لهم نطلع الاكس ار بتساوي اكس دولار زائد الاكس ابر على 2 هيك هذا الموضوع هلا انا طلعت الاكس ار الخطوة اصلا التكنيكال لازم تعملها بعد هاي هو اعمل اف الاكس ار مع اف ايش؟ في الابر ما هذا المشكلة احنا اعطيناها في الابر حتى في غلط ثاني كمل بديك يعني عن الاختلاف عن الموضوع يمكن هو عكس الخطوات الاكبر حط اقل ولا حط اكبر ممكن لا لا مو حاطتك اذا طلع مجموعه اذا طلع طيب مو جاي احنا حكينا هون اذا كانت بتساوي صفر معناته اكس ار از ذا روت مش هيك؟ حكينا اذا اقل من صفر شو بروح احكي له الروت بينه؟ بين الاكس ار والاكس
ابر وربع كيلو انه الاكس ابر شو صارت؟ اكس ار طلعتها هون صح؟ وبحكي له الاكس ار الثانيه اعتبرها واحد اعتبرها واحد الاكس لو بصير اكس ار لا مظبوط مظبوط صح بس صح مظبوط صح بس صح مظبوط صح الاكس ار 2 شو بتصير؟ الاكس ار 1 زائد الاكس ار 2 هاي اذا كانت اقل اذا كانت اكبر من صفر حكينا هون بتقبل انه يكون روت بصير اكس ار بتساوي اكس لو بتصير الاكس ار هون اكس لو 1 مظبوط وبنحكي انه الاكس ار بتساوي اكس ايش؟ لا هي بالعكس واحد اذا كان اكبر من صفر اكس ار بتساوي اكس لور اكس ار بتساوي اكس اكس لور بتساوي اكس ار هيك اعطاها هو اعطاها بس زائد الاكس ار اثنين هي عباره عن اكس لور واحد زائد الاكس لور اثنين واضح؟ هذا هو غلط كمان حل عليها على اي سايد بزبط معك طيب واضح كيف الرسمه بنطلعها؟ الدكتور مش عارف ايش الدكتور منيح والله تسال يعني اسال يمكن هو سهل يعني ايش يمكن هو سهل ثاني 15 ورقة طيب السمبل فيكس بوينت هاي شطارة هون هاي ما لها قانون هاي شدة شطارة هاي هون مركة غسيل جو بيعتمد على شطارة هو شو بعطيني في شو بعطيني في السؤال بعطيني اف اكس طيب يعني من شطارة بساوي الاف اوف اكس بالصفر وبخلي الاكس موضوع القانون شو بعمل؟ بعطيني الاف اوف اكس الان بساوي الاف اوف اكس بالصفر وبخلي الاكس اللي جوا موضوع القانون يعني بطلع اكس على جهة وباقي اللي بطلع على جهة ثانية مثلا لو اعطاك الاف اوف اكس ساين جذر الاكس ناقص اكس شو بعمل هون؟ بساويها بالصفر سهلة بنقول الاكس بحكي الاكس بتساوي ساين جذر الاكس صعبة؟ حطوا رقم واحد حطوا رقم اثنين شو بعمل؟ بحكي له هون اي زائد واحد وهون اي شو اي زائد واحد؟ بالنيو استيميت بالنيو ايتريشن طب شو الاولد؟ بعطيني اياه بالسؤال هيو بكون معطيني اياه بالسؤال شو بعمل؟ بس بعوض بطلع النيو واضحة؟ بعوض وطلع النيو استيمت صار هذا واحد صح كده تصير؟ اثنين يعني واحد زائد واحد اثنين معوض اكس الواحد اللي طلعتها من اللي قبله بالضبط بس نحل على اثنين شوف لو اعطاك اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 2 شو بعمل؟ بسويه بالصفر وبخلي الاكس موضوع القانون الان هذا الالكترون صيرته تتحمل اكثر من يعني اكثر من موضوع اكثر من تكون اكس تساوي يعني ممكن تحكي مثلا اكس تساوي تقول لي هدول تحت الجذر بتعملها تحت الجذر او ممكن تعملها قسمه صح؟ او تقول لي اثنين تاخذ على المشترك المهم يعني تحتمل اكثر من صيغه انا بنصحك دائما في الاكس تربيع تعمل على الجذر يعني انا هي كاتب هون عامل اي بي سي اكثر من صيغه اكس بتساوي 2 على اكس ناقص 5 اكس بتساوي تحت الجذر 5 اكس ناقص 2 اكس اكس تربيع زائد 2 على 5 يعني تحتمل اكثر من صيغه انا بنصحك دائما تخلي اكس تساوي تحت الجذر لل 5 اكس ناقص 2 دائما اختار الجذر دائما حسب ما حكي لك ليش شو بعمل هون؟ بحكي اي زائد 1 وهون اي طيب لو اعطاني اف اوف اكس بتساوي ساين جذر اكس شو بعمل فيها؟ بساوي بالصفر وبجمع اكس الطرفين اكس بتصير ساين جذر الاكس زائد اكس تمام اكس اي زائد واحد اكس اي اكس اي تمام
واضحة هون؟ بس خلاص هيك. هذا هو السمبل فيكس بوينت. طيب ليش خليت ليش اخذت الجذر؟ ليش خليت هون الجذر؟ ما اخترت غير الجذر. لا على الدفتر انا حالل سؤالين بنفس الصمام سهل، يعني مره حال على الجذر ومره حال على صيغه ثانيه. مرتين. يعني شوف القاعده شو بتحكي، بتحكي لك القاعده اذا انا اشتقيت الاقتران بالنسبه لاكس واخذت له الاشاره المطلق وكانت المقدار هذا اقل من واحد شو بكون هذا؟ كونفيرجنس. يعني بزبط. طيب اذا اشتقيت الاقتران بالنسبه لاكس واخذت المطلق وكانت اكبر من الواحد بكون دايفيرجنس. بزبطش معي الحل. ما بزبط الحل. طيب لو كان مشتقة الاقتران بالنسبة لإكس وخدت له المطلق تقريبا ساوي الواحد بيكون عندي كونفيرجنس بس سلو كونفيرجنس. سلو كونفيرجنس تمام. انا شو عملت؟ رحت جبت هاي الصيغة واخذت صيغة ثانية عملت خط قارنت بينهم. اشتقيت هذا الاقتران بالنسبة لإكس واشتقيت الاقتران الصيغة الثانية بالنسبة لإكس وعوضت فيهم قيمة الـ X نوت اللي أعطاني إياها السؤال. الآن هاي الصيغة شو كانت؟ أقل من الواحد. هاي الصيغة الثانية أكبر بكثير من الواحد. شو يعني الصيغة الثانية راح تكون؟ دايفيرجنس. ما بتزبط الحل معها تمام؟ عشان هيك دائما بنصحك فاهم؟ فعشان هيك دائما بنصحك شو تحل؟ خذ الجذر. شو مشتقة الجذر؟ مشتق معناه طلع على اثنين بالجذر نفسه. مشتق الصيغه الثانيه بنفس الطريقه، عوض في المعادلتين وشوف موجودين على الدفتر. تمام؟ ومرسومين هذول الثلاث حالات مرسومين، يعني مبين لك كيف متى بكون كونفيرجنس دايفيرجنس وسلو كونفيرجنس، مش مطلوبين منك في الامتحان بس انت عشان تعرف. واضح الحالات الثلاث هذول؟ تمام؟ طيب خلينا ناخذ اكزامبل عليها على السريع. سمبل فيكس بوينت ناخذ اول واحد هي هون اف اوف اكس تساوي ساين جذر الاكس ناقص اكس. شو بعمل؟ تساوي بالصفر. بحكي له اكس تساوي ساين جذر الاكس. بحكي له هنا اي زائد واحد وهنا ايش؟ المفروض اعطاك اكس نوت بتساوي واحد. اتجاه السؤال هذا وبعطيك طبعا ابسلون اس. ها ابسلون اس بتساوي 1%. شو يعني ابسلون اس 1%؟ شو بدي اعمل؟ بالضبط بدي اضل احل 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 اتريشنز لحد ما اوصل نسبة اقل من 1% او اقل من 1%. فشو بعمل؟ الاكس نوت بعوضها هون، عوض صفر مكان الاي. شو بتعطيك؟ اكس 1 بتساوي ساين جذر الواحد. ساين جذر الاكس نوت مضبوط. كم تعطيني؟ سيبها على الحاسبة بيطلع معك 0.8414. شو بعمل بنفس الخطوة؟ هي بالراديان صح؟ وشو بعمل بنفس الخطوة؟ هو بحسب ابسلون اي لأنه أنا معطيني تمس. لو قال لي إيتريشنز خلص بمشي إيتريشنز حتى بكون قد ما بدك، غير الديكريشن بعمل ثلاث مرات. بس هو اعطاني نسبة روم على الدرس الـ EA. شو الـ EA بتساوي؟ الجديدة الـ New Estimate ناقص الـ Old Estimate على الـ New ضرب 100%. مظبوط؟ حلو. تعال عوض هنا واحد، خلص اكس واحد صارت معك، بقدر عوض هون واحد. اكس الواحد شو تعطيك هون؟ 2 بتساوي ساين جذر 0.8414. ببالك هاي اكس ال1 تمام. شو بتعطيك هاي؟ 0.7939. شو بعمل؟ بروح بحسب لها الابسلون اي. شو الابسلون اي؟ النيو استيميت ناقص الاولد استيميت هاي النيو ضرب 100%. السؤال بس الصفر بكون لها ابسلون اي؟
صفر فاصل شوف كل iteration بيعتمد على اللي قبله خربت واحد اللي قبله وعليك السؤال كامل تمام؟ بتعطيك هاي 0.7777 وتروح تكسب ايش؟ الابسلون اي شو هاي الابسلون اي لها؟ 0.7777 ناقص 0.7937 نلاحظ الارقام صارت تقترب من بعض فيش بالنسبة له على 0.7777 وضربها ضربين بالمية هاي بتعطيك 0.99% بحكي له خلص أنا هيك خلصت تمام هاي أقل من 1% رح يخلص الحل كم يتلاجم ديجيت؟ 2 يتلاجم نقطة 2 هاي 2 خلص أنت شوف بتحسبها إكس 4 بطلع معك آخر شيء هذا تمام؟ هذا آخر المقرمات واضح؟ تمام؟ هذا بالنسبة لسيمبل فيكس بوينت وهي أنا حال المثال هذا الصيغة اللي غير هاي حالها الصيغة هاي ونقارن بينهم طيب؟ يعني قاسم قسمين هاي هون الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الأول ناخذها مشتقها طلعت هاي هون معي ناقص 10 ضرب سالب 9243 يعني بطلع معك 92430 تمام شوف قديش أكبر من الواحد الجزء الثاني لا طلع معي هاي 0.1848 مش قريب من الواحد بس قريب من الصفر لكن قريب من الواحد شو بده يكون؟ slow convergence بس slow convergence تمام مش لقيته برضه موجود هي عندك هي المقارنه واضح هاي الحالات الثلاث شو بطلب منك بس اعرف انه دائما اختار الجذر انا هي بحكي لك اياها دائما لما يجيك اقتران في اكس سلبي اختار الاسيت الجذر هذا تفسيره ثاني اشتق وشوف يعني بس هيك بدي اشتقش ما عشان هيك الامتحان ما معك وقت تقعد تشتق وتقارن بين كل صيغه وصيغه الامتحان بيجيب لك بس هذا الاقتران هيك هلا انت اخذته مثلا صيغه غير الجذر فحطها معك دايفرجنس مش حسبه كيف عندك دايفرجنس راح تحل زي هيك اول مره راح يعطيك ايرور 100% بعدين راح يعطيك مثلا 50% شوي بعطيك 40% على الاستيميت الرابع برجع 102% دايفيرجنس تمام عشان هيك بدي يكون كونفيرجنس شو صيغه الكونفيرجنس اللي هي الجذر هاي ريحتك بحكي لك اختار الجذر من هسه انا ليش تفت اكس باخر واحد عشان نخلي اكس موضوع القانون حطي اكس على الطرفين بس انت بتاخذ مشتقة الاقتران هي واحد السؤال ايش اعطاك؟ خلص احنا الثاني وحطه بصيغة هاي في ناس غير في واحد غيرك حطه بصيغة ثانية تمام هاي انت توفقت باختيارك راح تحلها راح يطلع معك كونفيرجنس راح تمشي على السلم اللي بعدها وتحل غيرك راح يطلع معه نسبة ايرور بتوصل 1% طبعا كيف طلع مع الاستيميت الرابع 101 راح احط انزل كمان واحد اطلع كمان مرة مش حنصل 1% بالمرة صح رح يضيع وقت الامتحان وقاعد يعني لسه على هذا الحكي انا بشتق بعد ما اشتق بعوض قيمه اكس نوت بثانيه بالسؤال رح تعمل تشيك اول شيء مش بنعمل تشيك قبل هذا الحكي تروح تشتق هذا بالنسبه لاكس اذا كان اقل من الواحد دايفرجنس اكبر اقل من الواحد كونفرجنس اكبر من الواحد دايفرجنس تقريبا مثل الواحد سو كونفرجنس كونفرجنس انا بدي اياه يعني كون كونفرجنس دايفرجنس ما بظبط تمام من هون
طريقة المفروض هيك بنكون خلصنا ال طب مكتوب هون عوض الروت اي روت يعني الاكس نوت من السؤال بعطيك اياها في السؤال انا هي معوضها من الاكس الاكس نوت معوضها بالارقام يعني السؤال او انا مش عارف شو معوض يعني اي شيء اي نوت 2 3 4 قد ما بدك عوض صفر تمام لهون واضح طيب الطريقة اللي بعدها اللي هي نيوتن راسن ليش أرياح؟ معطيني قانون لنيوتن راسن طبعا مش طاقته أنا بالكتاب طيب نيوتن راسن شو قانونه؟ X I زائد واحد بوينت وضق من الباي سكشن طبعا بشكل عام الاوبن ميثود بشكل عام الاوبن ميثود ادق واحسن من البرايتنج ميثود تمام بشكل عام هلا شوف كل ما كان في القانون مشتقات كل ما كانت احسن يعني هاي فيها مشتق اولى الموديفايد نيوتن راسون فيها مشتق اولى ومشتق ثاني فالموديفايد نيوتن راسون احسن من نيوتن راسون تمام طبعا دير بالك عليهم هذا ممكن يجيب لك اياها يعني افضل طريقه يعني بصير كونفيرجنس موديفايد احسن من النيوتن يعني بشكل عام الاوبن كلها احسن من البرايتنج احسن من الفورس بوزيشن احسن من البايس احسن من الباي سكشن طب مين احسن الفورس بوزيشن ولا الباي سكشن؟ الفورس بوزيشن احسن من الباي سكشن بس في لها حاله خاصه تمام بس بشكل عام انا شو محتاج هون؟ محتاج الفبراين للاكس اي واصلا هذا بكون معي انا بعوض فيه تمام؟ على القانون بحسن عادي قانون مطبق هاي سؤال f of x بتساوي 3x تكعيب زائد 5x ناقص 1 حكى لي using newton raphson method use x نوت بيساوي 0 epsilon s بتساوي 1 من 100 قال لي حلو شو محتاج انا في القانون قبل ما ابلش قانوني f of x هي f of x شو محتاج؟ f براين برضه مشتقات شو مشتقتها؟ 9x تربيع ناقص 4x زائد 5 مضبوط؟ يعني اشتقيت المعادلتين انا ببلش احل ها x y زائد 1 x النوت زائد 1 1 صح؟ تساوي x ال x النوت ناقص f x النوت على f براين اكس النوت لازم تكون سريع بالحل لازم تكون سريع واقول لك مثلا على الحاسب يعني هون انت اكتب خلص على الحاسب انت متعود تكتب اكس نوت ناقص افتح بس على قوم حل عوض تمام لا تقول تعوض اول شيء بهاي وتطلعها بعدين هاي وتطلعها بعدين تفوت تضربها بسالب او تجمع لها الاكس نوت تحتاج وقت خطوه واحده على الحاسب اكس نوت ناقص بفتح بس على مقام بفتح قوسين بعوض هاي هون بنزل تحت على المقام بعوض هيها وخلصنا خطوة تمام هون ايش بصير عندي مثلا هون هي اكس نوت صفر هي صفر ناقص اشوف اكس نوت عوض ايش ما بعوض يعني ناقص واحد على خمسة على اف براين هي الصفر خمسة بتصفي عندي واحد على خمسة طيب بروح بحسب شو
الابسلون اي النيو استيميت ناقص الاولد على النيو ضرب 100 طيب شوف ال x2 x2 شو يساوي x1 ناقص f of x1 على f برايم لل x1 في هذا المبلغ بشتغل عليها كله تمام بجيب الخمس خلص بلغي كل ما امشي خطوه بلغي بصير x ناقص صار عندي x جديد x1 خمس بجي بعوض هون خمس 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 بحطها بالبسط خمس خمس بحط المقام بطلعها بطلع الناتج تمام وبطلع الابسلون لحد ما اوصل كم؟ ال 1% طبعا لاحظ هون في الدفتر راح يحط اكس 1 اكس 2 اكس 3 الثلاث ايتريشن وصل 1% الثلاث ايتريشن وصل 1% تمام خلي هذا السؤال راح احله كمان مره راح نشوف الموديفايد نيوتن رابسون اتوقع راح احله نفس السؤال النيوتن رابسون هي تشتغل يعني هي اللي بنضفق عنها باقي الميثودز اللي هي السيكنت والميثود سيكنت والميثود نيوتن رابسون المشاكل اللي انا كتبهم هاي بحكي لي ايش المشاكل اللي ممكن يعني اواجهها باستخدام النيوتن رابسون شو المشكله ممكن تواجهني تطلع معي الاف برايم صفر في وعد اصلا على مقام صفر ما في مقدار على مقام صفر مظبوط فبحكي لي الاحتمالات الخطا اللي ممكن انا ارتكبها في النيوتن رابسون اني اختار قيمه الاكس اي صفر باد يعني قيمه انا مش موفق فيها راح اختار اكس اي بالشرط صفر يعني ممكن اف الصفر فتعطيني مقدار بس انا هذا المقدار صفر او تقريبا يساوي صفر هذا ما راح يعطيني هذا راح يكون انفينيتي كنا ناخذها من زمان اي عدد على صفر انفينيتي مضبوط فما بكون مش موفق فيها شو الحل؟ اروح اغير قيمه الاكس اي هاي اول مشكله ثاني مشكله بحكي لي عملت بالروت في معادلات فيها اكثر عملت بالروت اسمها كيف عملت بالروت؟ شوف هاي المعادله مثلا f of x بتساوي x زائد 5 تكعيب x ناقص 1 الان شوف هون عملت بالروت هذا راح يعطيني ناقص 5 ثلاث مرات مضبوط؟ يعني اصلا x زائد 5 x زائد 5 x زائد 5 ايش بنسميها هاي المشكله؟ بنسميها مالتيبل روت هاي مشكلة ممكن اواجهها وين في النيوتن رابسون شو حلها المالتيبل روت اللي هي موديفايد النيوتن رابسون تمام اروح استخدم هاي الحل السوليوشن لها هاي البروبلم شو الحل لها طبعا البروبلم من وين من النيوتن الحل اني اروح استخدم الموديفايد نيوتن رابسون هاي ميثود جديدة من وين جبتها من النيوتن نفسه موديفايد النيوتن رابسون شو قانونه؟ x of i طبعا الاشتقاق مش مطلوب منك متوقعش مطلوب منك اشتقاق القانون اشتقيتها من مين؟ من هذا هاي حاطه ومش طفل اخر شيء هيوصل القانون فالدفتر مش مطلوب منك الاشتقاق x of i زائد 1 بتساوي x of i ناقص f بالf برايم على الf برايم تربيع ناقص الf الاف دبليو برايم شوف كم مشتق عندي في القانون هذا دق واحد هذا القانون هو اللي بيعطيني اكثر اكيورسي اكثر دقه يعني اللي بيجي هون اللي بيجيب لي اياها المعادله اللي بيجيب لي اياها هاي الثلاث ايتريشن هذا بيجيب لي اياها من مره من واحد ايتريشن بس طبق هذا القانون وخلصنا طبعا شو بحاجه لهذا القانون؟ للاف والاف برايم والاف دبليو برايم يعني قبل ما ابدا الشغل بروح مشتق مشتقه ثانيه هون تمام عشان اسهل حالي مشتقه اولى مشتقه ثانيه وبلش هم واضح تمام وعدنا بحدد لك شو استعمل ولا انت حالك لا خلينا نظبط لك شوي الامتحان حدد لك الاجابات امتحاني يمر كم قريب على بعض يعني بتلاقي عندك طبعا بيكون الجواب 0.7524 بيجيب لك 0.5744 0.524 كثير قريب من بعض اجابات الميميريكال فانت بدك تكون كمان دقيق دائما في الحل خذ اول اربع منازل وانت بتحل دائما
حاول ان يكون اكيرسي اكثر قد او اقل 40 او انت شو حكوا لكم دكاتره؟ احسب شو حكى لك الدكتور تبعك؟ احنا كان عندنا اول 40 كان الدكتور تحل الامتحانات على اساس اول 4 تمام؟ نعم خذي 4 عشان واضح القانون هاد؟ هلا نحل عليه مثال بضل معنا وقت بس خلص كفكرة واصلة اشتق مرة اشتق كمان مرة وبلش حل عندك دير بالك عندك دير بالك ما هو دير بالك على المقام ها هون اف برايم تربيع وهنا اف الاف دبل برايم وكله صور وين النقطة بس هي كلها صور كلها تعويض في الاقترانات دير بالك وهي حكيت لك يعني هاي حلها مرة ممكن تصوت معك على طول يعني خلص أول مرة والله بعينك يعني تعرف فيها شوي هاي ما أتوقع شبك سؤال عليها أصلا طيب يعني في دقيقة خلص أول مرة تحل أصلا تساوي إف برايم تربيع ناقص إف إف برايم تربيع يعني إف برايم بعوض بالإف برايم والناتج بربعه ناقص الإف الإقتران العادي اللي طلع معي بالإف دبل برايم في المشتقة الثانية ناتج المشتقة الثانية واضحة هاي؟ طيب شو المشكلة؟ شو المشتق؟ شو المشكلة الثالثة؟ بحكي لي المشكلة الثالثة إنه يكون عندي اقترانات إلها أسس نص عالية. طيب يعني مثلا الاقتران هذا حط مثال على المشكلة مثلا هاي المشكلة رقم 3 المشكلة الأخيرة يعني المشكلة الأخيرة بحكي مثلا ممكن يجيب لك f of x طبعا في الامتحان مش مطالب انك تحدد الطريقه اللي تحل عليها خلص صرت احكي لك اي طريقه تحل بس عشان تفهم المشاكل او كيف نفكر في باقي الميتريكس شوف هنا 5 اكس تربيع زائد 6 طب هذا لو كنتوا بتقعدوا تشتقوا بتقولوا نحن بكره تشتقوا مين منهاش مشتقه اصلا صح؟ مين مشتقها للاقتران؟ صعب اشتقها مضبوط؟ فبحكي لي حل المشكلة هاي شو؟ هذا اللي بروبلم شو الحل؟ 10 مطبع أروح أستخدم قانون إيش؟ يزيد السيكنت طيب شو هو السيكنت؟ طبعا قريب كثير قانون السيكنت الفولس بوزيشن في الامتحان لما يعطيك الشيت بعطيك ورقة الشيت بعطيك إياها القوانين الموزعة عشوائي فأنت بدك تختار القانون دير بالك اللي فيه upper و lower شو بيكون؟ forward position اللي بيكون في x i زائد 1 x i زائد هذا هاي هذا x of i زائد 1 يساوي x of i ناقص هاي شايف نفس الصيغة تقريبا f of x i لأن الاثنين هذول الفورورد بوزيشن والسيكانت فيهم بحسب يعني فيهم سلوب في الرسمات فيهم سلوب هذا سلوب على ال f of x i ناقص f of x i ناقص 1 تمام هذا هو القانون برضه صعب يعني بدها تكون كثير دقيق في المسألة دير بالك شوف عندنا f of x i دير بالك هاي x i هون نقطة هون نقطة تعويض نقاط هون functions هون functions يعني هذا التعويض بالقانون بالاقتران تعويض بالاقتران تعويض بالاقتران هتكون اذا رسم زي البايسكشن يعني سؤال رسمه لا النيوت مثلا تمام برضو عليه مثال اذا عرفته هذا المثال هذا المثال تمام بس بشكل عام واضحه مين نطق هاي ولا هاي؟ هاي ليش؟ في مشتقات اكثر واضح؟ في سؤال عليهم هذول؟ واضح كيف شو فكرة القانون؟ بس هي القاعدة يعني لا تعقد الموضوع هي السيكم قانون شو القانون؟ خلص هو بعطيك الاقتران بعطيك بالامتحان f of x بعطيك x i بس هذا اللي بده لازم هذا المسؤول يعطيك اياه f of x و x i في شيء بالامتحان؟ بعطيك شيء عليها الشغلات كاملة؟ هاي زي هيك شوفها هاي خلي الامتحان بجيب لك القوانين صفطين هاي جاي قانون ال هاي قانون السيكنت اول واحد حاطينه قانون الفورس بوزيشن جنبه تمام هاي قانون النيوتن هذا قانون اللوج اللي اخذناه نمبر اوف اتريشنز هاي بعطيك اياها ان في لوج الاثنين انت بس تقسم لوج الاثنين على الطرفين طبعا نفس القانون اللي اخذناه المره الماضيه عشان قلت لك احفظ نحن بس نحفظ بس
بس الحفظ في الموضوع كامل بس إيرور. طبعا في الامتحان يعني ممكن تلاقي على الدفتر ممكن تلاقي في هنا هاي اكس ابر اكس ابر اكس لور اكس ابر، يعني في الامتحان ممكن تلاقي ايش عكس لك اياهم هو حر. بس طول ما انا يعني انا حكيت لك هذا مماس، هذا يعني هذا السلوب، يعني ممكن يبدل هذا بهذا بهذا. اذا بدل هذا بهذا اذا ايش بدل هاي بهاي بالضبط، يعني اذا بدل هاي بهاي هي نفس لما بدل هاي بهاي، واضح؟ يعني ممكن تلاقي بالامتحان هذا قانون نفسه هيك x initial ناقص f of x i، وجيب لك هنا x of i ناقص 1 ناقص x i، تمام؟ بس على ايش بقسم لك اياها؟ على f of x i ناقص 1 ناقص f of x i، تمام؟ يعني ممكن تلاقيها هيك بالامتحان، لكن يعجبك عادي، خليك على قانون الامتحان، يعني خليك مهيأ لقانون الامتحان، خلص، تعوض بالقيم اللي عندك. يعني امشي على قانون الامتحان، لا تفكروا يعني. تمام؟ خلينا نحل سؤال الـ Modified Newton Raphson، نختم فيه. سيكند مرة واحدة كمان زي الـ لا لا. طيب سيكند محلول حال مثال على السيكند مش أول مرة. بتفيد نيوتن راس ودايما يجيب لك اياها اول مره. خلينا ناخذ على نيوتن راسن وديفايد نيوتن راسن. هاي الماده بس من هون لاخر الفصل، من هون لاخر شيء يعني لاخر ماده، الماده الفاينل هاي هي الماده. عباره عن تعويضات قوانين فقط لا غير، يعني بس اولها اصلا شيء فيرست، اصلا شيء الفيرست. لانه هو اللي بتحتاج فيه وقت انت بتحل في الفورس بوزيشن في البايسكشن، يعني انت بتحتاج لوقت فيها. بس سكند اذا ان شاء الله يعني الله احيانا اعطت فيها مراجعه راح برجيك انه الماده عباره عن ايش؟ اله حاسبه. يعني جيب معك اله حاسبه على الامتحان تحل الامتحان وانت مغمض ولا تشغل عقلك بالمره في السكند، تمام؟ يعني انسى عقلك بالبلف تعال على الاله الحاسبه تحل، تمام؟ شوف هذا القانون ديفايد نيوتن رافسون معطيني هو طبعا نفس السؤال حال عليه نيوتن رافسون وديفايد نيوتن رافسون. شوف بالنيوتن رافسون كم مرة راح تجي اوصل نسبة الايرور او نسبة الايش اللي بدي اوصلها؟ شوف علي 1 2 3 4 4 ايتريشنز ولسه مش واصل نسبة الايرور اللي انا بدي اياها. شوف لسه معطيني 19 20% ايرور، يعني لسه يمكن بدي كمان 4 عشان اوصل 1% ايرور. وديفايد نيوتن رافسون مرة واحدة أعطاني الإكزاكت، مرة أعطاني الإكزاكت يعني 0% يورو، تمام؟ هاي الحل على موديفايد نيوتن رافسون. إذا أجيك مشتقة ولا مشتقة؟ يعني هو شو ما فينا نجيب الـ f x؟ حكينا شو بنسوي في الهالات؟ حكيلي نعمل فورث اتريشن، يعني هو طالب السؤال فورث اتريشن، لان باش بشتق هذه مره، شو مشتقه هذا الاقتران؟ ثلاثة اكس ناقص 5 تربيع، مظبوط؟ ولم دبل برايم؟ مشتقه هنا بداخل القوس هي 1، 2 في 3 6 اكس ناقص 5، مظبوط؟ اشتقيت مره واشتقيت مرتين، الان كل أريحية بروح أجيب قانون الموديفايد نيوتن رافسون وأطبق عليه. شوف x of i زائد 1 أو x خلينا نحكي x الواحد بتساوي x ال i شو هي؟ صفر ناقص الآن عوض في الاقتران الأصلي نعوض صفر هون صفر ناقص 5 أعطيك ناقص 125 مظبوط؟ على ولا لسه في اف برايم عوض الاف برايم صفر هون عوض صفر ناقص 5 25 في 3 75
شوف تحت اف مظبوط اف برايم تربيع شو اف برايم 75 لكل تربيع ناقص الاف في الاف دبليو برايم كم الاف سالب 125 في الاف دبليو برايم عوض هون خم عوض هون صفر ناقص 5 ناقص 5 6 ناقص 3 تطلع معك 5 الجواب. طيب تعال على الاقتران اصلا شو الاكزاكت هون؟ على الاقتران لحاله مش هاي اكس ملتبل روت اه؟ مش بسويها بالصفر اكس بتساوي 5 مش هيك الاكزاكت؟ راح يعطيني ايش؟ اكزاكت دائما الاف اكس نوت عوض دائما اول مره هلا شو طلع معي اكس 1 5 في كمان اتريشن هي اكس 2 بتساوي شو بتصير مكان الصفر؟ 5 تقريبا واضح؟ بلغي هاد بمسح هاد بحط هون اكس 1 بتساوي 5 بتساوي 5 هذا بحالي اذا ما طلع معك 5 اجل اه خلص اصلا هون احسن نسبه الايرور هون الايرور هاي هون ايبسلون اي بتساوي لنيو استيميت 5 ناقص 5 على 5 100% شو بتعطيك هاي؟ 0% واضح هيك المادة؟ هاي مادة الفيرست بتكون معكم اتوقع لهون فصل المادة كانت لهون كان في سيستمز اوف نون لينير برضه النون لينير سينك يعني مش صعب لو دخلوها في الامتحان بعمل مراجعة عشان الله كبير كيف دخلوها الله يخليك يا رب.